السيناريوهات المقلقة لدى الاحتلال هو ما يتعلق بالحرب الثانية، المرحلة التالية بالحرب، أو الحرب متعددة الجبهات كونها موجهة ضد المستوطنين وتفرض عليهم الاستعداد والتهيئة لحرب استنزاف حديثة. فإيران تمتلك آلاف الأهداف العسكرية في عمق الكيان المحتل والقابلة للاستهداف. أسعد الله أوقاتكم وأهلا وسهلا بكم بحلقة جديدة على منصة بالعربي. لا يوجد حل، وانعدمت الوسائل السياسية في محاولات الكيان المحتل لعرقلة تطوير المنظومة النووية الإيرانية. السائد اليوم هو قرع طبول الحرب على الدبلوماسية، وما يجري على الأرض هو عاصفة بعكس ما تشتهيه سفن إسرائيل والولايات المتحدة. فبالرغم من الحصار البري والبحري والضغوطات السياسية والدبلوماسية التي تكيدها الولايات المتحدة وأوروبا وحلفائهم بالوكالة، وحجم التهويل الذي يساق على العالم من مخاطر البرنامج النووي الإيراني، إلا أن إيران ماضية في تطوير مشاريعها النووية بصمت، ويتمدد نفوذها جغرافيا، وتنتشر قواعدها من خلال أحزاب مسلحة مثل حزب الله في جنوب لبنان والمنظمات الفلسطينية في الجنوب الغربي الفلسطيني والقواعد العسكرية للحرس الثوري في سوريا. إيران لم تعد ضعيفة اليوم، وتؤرق المؤسسة العسكرية الصهيونية، ولا تتوقف عن التحديات والاستفزازات البحرية مع البوارج والسفن الأمريكية والأوروبية في بحر الخليج، ولا عن تطوير تحالفاتها مع الأقطاب الجديدة في العالم الجديد مثل روسيا والصين، وتدفع بمصالحات دبلوماسية وترمم علاقاتها مع الدول القيادية في الجزيرة العربية، وتطور اقتصادها وترسناتها العسكرية، وتسوق صناعاتها العسكرية لمن يرغب دون أن تلتفت لقيود، خصوصا الطائرات المسيرة. إيران لا تتوقف ولم تجبل أو تخضع للضغوطات والتهديدات. لا يوجد حل لوقف إيران على الأرض، لا يوجد متسعا إلا للمواجهة العسكرية. فحكومة الاحتلال التي لا تقبل بأي انتشار نووي بالمنطقة، وتعتبره خط أحمر يهدد وجودها، ولا تقبل سوى الانفراد في منطقة الشرق الأوسط بالمنظومة النووية، بدأت مؤخرا بالاستعداد العملي والفعلي لشن حرب على الحرس الثوري الإيراني. وتعدت هذه الاستعدادات مرحلة السرية، وبدأ الإعلام الاحتلالي يسرب مفاصل كاملة لهذه الاستعدادات الجارية وسيناريوهات الحرب. يدرك الاحتلال أن الحرب مع إيران لا تشبه العمليات التي شنها جيش الاحتلال على حزب الله والمنظمات الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة. وضمن استعداداته عمل على استحداث فرع جديد للأبحاث تابع للاستخبارات العسكرية، أطلق عليه فرع إيران يعمل عليه عشرات الجنود والضباط لمتابعة آلاف الطائرات المسيرة والصواريخ، ويكمل سيناريو مخطط الحرب الإسرائيلية الإيرانية الأولى حسب ما خطط له، تأتي جنبا إلى جنب مع خطة محدثة لمهاجمة المنشآت النووية من خلال خطة أعدها سلاح الجو الإسرائيلي حدثها وطورها حديثا. هذه الاستعدادات والسيناريوهات بدأت تأخذ المنحى الأكثر جدية، وهي ليست وليدة اللحظة، بل بدأت بعد إطلاق إيران عشرات المسيرات باتجاه الأراضي التي تحتلها إسرائيل، وإرسال فيلق القدس مسلحين لعدة مرات لزرع عبوات ناسفة وتنفيذ عمليات ضد الإسرائيليين في الخارج، خاصة في تركيا. سيناريوهات الحرب تربك الكيان المحتل، والصواريخ الإيرانية تقلق تل أبيب، والتقديرات الأمنية بأن الحرب القادمة ساحاتها عبر عدة جبهات، وهذا ما يدفع جيش الاحتلال لتصعيد وتيرة الاستعداد لحرب مباشرة تستمر حسب التقديرات عدة أيام في حرب أسماها الحرب الأولى.
الإعلام الإسرائيلي نقل تصريحات على لسان رئيس قسم الأبحاث بالفرع 54 المسؤول عن التجسس على إيران والتابع لجهاز الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية أمان، رمز لاسمه بالحرف تاء، زعم خلالها تاء بأن الحرب القادمة مع إيران لا تشبه العمليات العسكرية التي شنتها إسرائيل على لبنان وغزة، ما يستدعي أن يتدرب الجيش طوال اليوم للحرب، لأن هذه المدة ستكون مختلفة تماماً عما تعرفه حتى الآن. وقال: نحن مسؤولون عن توفير البنية التحتية المعرفية للجيش فيما يتعلق بالقدرات العسكرية الإيرانية وتشكيلاتها الاستراتيجية، ويفترض أن يكون الفرع الجديد أول استعدادات الجيش لسيناريو مواجهة عسكرية واسعة ومفتوحة مع إيران. وأضاف تاء أن الفرع الجديد يركز على التعلم الاستخباراتي للحرس الثوري على غرار استعدادات التدريب بناء على أحدث المعلومات الاستخباراتية لمحاربة حزب الله والمنظمات الفلسطينية، ويجمع الأهداف للجيش النظامي للحرس الثوري ليوم اتخاذ قرار الحرب. هذا النشاط الاستخباراتي كان الطاغي في تصريحات وزير الحرب لدى الاحتلال يوآف جالانت مؤخرا، والتي تحدث بها عن امتلاك الحرس الثوري الإيراني سفن سابيز تجوب البحر الأحمر والخليج العربي بقدرات عسكرية وبحرية، بالتزامن مع ما كشفته إيران عن صاروخ فاتح العابر للصوت بسرعة تزيد 14 مرة عن سرعة صواريخ عادية ويصل مداه 1400 كيلومتر. وكشفت معلومات نشرها إعلام الاحتلال أن الاستخبارات العسكرية أقرت مؤخرا صياغة خطة جديدة متعددة لسنوات لمواجهة الحرس الثوري، تتضمن زيادة الميزانيات للتقنيات المبتكرة في عوالم الصواريخ والطائرات المسيرة، وبناء القوة بالجيش لمواجهة التهديدات من الشرق، علما أن الجغرافيا بينهم تتضاءل عندما يعززون قدراتهم النارية الدقيقة والبعيدة المدى، ما يعني خوض حرب استنزاف حديثة. السيناريوهات المقلقة لدى الاحتلال هو ما يتعلق بالحرب الثانية، المرحلة التالية بالحرب، أو الحرب متعددة الجبهات كونها موجهة ضد المستوطنين وتفرض عليهم الاستعداد والتهيئة لحرب استنزاف حديثة. فإيران تمتلك آلاف الأهداف العسكرية في عمق الكيان المحتل والقابلة للاستهداف، وستجد إيران آلاف المتطوعين داخل الكيان لمدهم بالمعلومات. نفذت الاستخبارات وفرعها الجديد إيران عدد من المناورات وقدمت عدد من السيناريوهات شارك بها مجموعة من الخبراء المتقاعدين وممثلين بارزين من وحدات المخابرات 8200 و9900 ومساعدة من الولايات المتحدة، ويواصل فرع الاستخبارات استكمال الخطوط العريضة للحرب التي وصفها بأنها حرب لم يتصور أحد أنها ستأتي لا محالة، عنوانها الحرب الإسرائيلية الإيرانية الأولى بالمرحلة الأولى. كنت معكم محمد أبو أعمر من منصة بالعربي.